الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. دين الإسلام إتوا نيفو. الدرجة الأولى الإسلام. الدرجة الثانية أعلى من الإسلام الإيمان. الدرجة الثالثة الإحسان. إسلام إيمان إحسان. إسلام إيمان إحسان. هذه مراتب الدين الثلاثة. المرتبة الأولى الإسلام. الإسلام أركان الإسلام خمسة، يعني الإسلام مثل هذا البناء يقوم على خمسة أعمدة. إسلام يبدو وأركان الإيمان ستة. الإيمان سيس. والإحسان ركن واحد. إحسان لي يعني سيمبلي. أركان الإسلام خمسة. الإسلام سيك. الشهادتين. تمايز على تمايز. وإقام الصلاة. إتابلي الصلاة. وإيتاء الزكاة. دون زكاة. وصوم شهر رمضان. صوم رمضان. وحج بيت الله الحرام الذي بمكة لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت، والإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، والإحسان ركن واحد.